تقدر تقدم رسالة بالنتيجة. هلا في أخطاء طبعاً، في ذنوب شخصية ممكن، في بس الأمور خارج القدرة طبعاً أو خارج الطاقة. يعني أنا مش ولدت في زيورخ مثلاً أو ولدت في سويسرا مثلاً، لو كنت هناك مثلاً كان اسمي غير اسم وبيئة غير بيئة ولغتهم غير مختلفة، بس كمان الآخرين بيعانوا تغريب كمان. يعني الغنى الفاحش كمان والبيئات المريحة كمان هي كارثة للإنسان. كمان البيئات اللي فيها حروب كمان تصنع للنساء نساء يقولنا ورجال رجال. يقولنا عن النساء بنات طارق يمشين على النمر والرجال